أعزائي الحضور، يسعدني أن أرحب بكم في هذا الحفل الختامي لفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يعكس التعاون والتواصل المثمر بيننا. إخوتي الأعزاء، الآن مع كلمة الجهة المنظمة لفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الدكتور حاتم النعاس، مدير عام المعهد العالي للعلوم والتقنية تاجورة، فليتفضل. السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بكافة الحضور الكرام وعلى رأسهم معالي وزير التعليم التقني والفني الأستاذ يخلف سعيد السيفاو على تكبده معاناة الطريق، نحمد الله عز وجل على هذا الغيت النافع. كما نشكر كل الحضور حقيقة دون استثناء على ما تكبدتموه وتحملتم من أجل أنكم تشاركون هذه الفرحة، وهي اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. حقيقة نحن المعهد العالي للعلوم والتقنية تاجورة من المعاهد المستحدثة والتي نسعى من بداية اللبنة الأولى في إنشاء هذا المعهد أن يكون المعهد متميزاً، وهذا شعار المعهد، وهو معاً نحو التميز. حقيقة ما وصلنا إليه في خلال هذه الفترة الوجيزة من رضا عن نفس حقيقة من كل أعضاء هيئة التدريس وموظفين، رغم ضعف الإمكانيات، رغم الصعاب، رغم جل الموظفين لم يتقاعدوا إلى الآن رواتبهم، ولكن العمل مستمر بوجود عزيمة، وجود إرادة للوصول إلى الهدف، وهو التميز. التميز في داخل مؤسساتنا، التميز بأنشطتنا العلمية. حقيقة نشكر المدير التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الأعمال لمنحنا هذه الفرصة لتنظيم هذه الاحتفالية، كما حقيقة أشكر مدرسة الرسالة وعلى رأسها الأستاذ عبد الباسط بالقاسم التي استضافت هذا المعهد من بدايته، والتي فتحت لنا كل الإمكانيات اللي موجودة داخل هذه المدرسة، بارك الله فيهم. شكرا مرة ثانية على حضوركم، شكرا على تلبيتكم الدعوة، شكرا على مشاركتكم ريادة الأعمال، وهي الهدف من وراء هذا البرنامج، وهو نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل مؤسساتنا. نسعى في البداية إلى المؤسسات التعليمية وننطلق إلى كافة المؤسسات. الآن بوزارة الحكم المحلي كل البلديات لها مكاتب لريادة الأعمال، التعليم العالي والجامعات كل الجامعات لها مكاتب لريادة الأعمال. ما هذا ما نسعى إليه نحن في التعليم التقني، وهو أن تكون مؤسساتنا مهتمة برواد الأعمال، مهتمة بشبابنا، لأن شبابنا هم مستقبلنا. نحن الآن مستقبل أبناؤنا بين أيدينا، ومستقبلنا بين أيدي شبابنا. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لشبابنا كل المتميز، كل له أشياء يتميز بها، فنسعى إلى اكتشاف هذه الأشياء التي يتميز بها. شكرا لكم جميعا. نشكر الطالبة رغم أنها في صعوبة في وجودها معنا، إلا أبت إلا أن تكون موجودة معنا رغم أنها صعب أنها تتحرك، بارك الله فيك على مجيئك وتلبية الدعوة. شكرا لكم جميعا مرة أخرى، نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمعالي الوزير الذي جاء إلينا ليشرفنا بزيارته الكريمة. حللت أهلا ووطأت سهلا، وزيارتك هذه زادتنا تشريفاً وحرصاً على العمل والعطاء الدؤوب لأجل الوطن. أما الآن مع كلمة وزير التعليم التقني والفني الأستاذ يخلف السيفاو، فليتفضل. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الكمري. السيد عضو المجلس النواب ببلدية تشورة، السيد رئيس مجلس أعيان وحكومة ليبيا، السيد مديرية أمن تشورة، السيد وكيل الوزارة لشؤون الكليات التقنية والمعاهد العليا، السيد عميد بلدية تشورة، السيد مدير شبكة ريادة الأعمال العالمية ليبيا، السادة مدراء الإدارات بوزارة التعليم التقني والفني والمكاتب، السادة الحضور كل باسمه وصفاته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم بأجمل عبارات الود والاحترام إليكم أيها الحضور وإلى مدينة تجورة الأصالة والتاريخ والجهاد، وإلى أبطالها الأشاوش الذين سطروا أروع البطولات دفاعاً عن ليبيا في الماضي والحاضر. كما يسعدني أن أكون بينكم اليوم في اختتام فعالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بليبيا في إطار برنامج دعم الشباب وتنمية مهاراتهم ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الليبي، وذلك من أجل تعزيز القدرات الريادية لطلابنا ليكونوا لدينا جيلاً قادراً على تحويل أفكارهم وابتكاراتهم العلمية إلى مشاريع استثمارية وخلق فرص عمل والاستغناء على الوظائف الدولة، وذلك في إطار رؤية الدولة الليبية لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية بكوادر تعليمية تقنية وفنية ماهرة. السادة الحضور الأكارم، كما تعلمون فإن قطاع التعليم يعد بوابة رئيسية نحو ريادة الأعمال ونواة الإبداع والابتكار، لأن أغلب المشاريع الصغرى والكبرى تعتمد وتقوم على المجالات التقنية والفنية بجميع تخصصاتها. شكراً سيادة الوزير على هذه الكلمات. كما نرحب بوكيل وزارة التعليم التقني والفني دكتور طاهر بن طاهر، وكذلك مديرية أمن تجورة والمجلس البلدي والإخوة مدراء إدارات المعاهد التقنية والكليات والمعاهد التقنية العليا. وفي هذا الحفل الختامي لفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ليبيا لسنة 23، وأيضاً لا ننسى الرعاة الرسميين لهذا البرنامج، وهم صندوق التسهيلات المالية بوزارة العمل والتأهيل وجامعة ليبيا المفتوحة والمعهد العالي لتقنيات الفنون ومعهد الشيماء العالي والمتوسط، كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية طرابلس، معهد النجم الساطع للمهن الشاملة، والمعهد العالي للمهن النفطية والعلوم التطبيقية. سوف نسرد لكم بقية الرعاة الرسميين في الفقرات القادمة، أما الآن مع كلمة الشبكة العالمية لريادة الأعمال أستاذ دكتور المختار جويلي المدير التنفيذي لهذه الشبكة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. السيد عضو مجلس النواب عن تجورة، معالي السيد وزير التعليم التقني والفني، معالي السيد وكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الكليات والمعاهد العليا، السيد رئيس مجلس الحكماء بتجورة وليبيا،
السيد عميد المجلس البلدي تاجوراء، السيد مدير مديرية أمن تاجوراء، السيد مدير المركز المتقدم للحام، السيدات والسادة الزملاء مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، السيدات والسادة الحضور جميعا، ها نحن اليوم نختتم عاما آخر مليئا ببرامج الشبكة العالمية لريادة الأعمال، والذي تضمن انطلاق مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2023-2024 والكونغرس العالمي لريادة الأعمال في مدينة ملبورن بأستراليا في سبتمبر 2023، وتوجت هذه البرامج بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2023. لقد أثبتت كل الدراسات أن ريادة الأعمال هي محرك قوي في برامج التنمية والازدهار، خاصة في ظل التغيرات التكنولوجية التي تفرضها أدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. ويأتي دور ريادة الأعمال في كونها قادرة على تهيئة الأفراد للتأقلم مع هذه المستجدات ومواكبة التطورات. لقد أيدت الأمم المتحدة بقوة ريادة الأعمال كمحرك وكوسيلة مهمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على الدور الهام لريادة الأعمال في خلق فرص عمل وحفز النمو والابتكار في المجال الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات البيئية وتمكين الشباب من تحويل هذه الطاقة الإبداعية إلى أفكار ومنها إلى مشاريع. من هنا يأتي دور وأهمية الشبكة العالمية لريادة الأعمال في تولي العديد من الأنشطة التي تخلق قنوات التواصل والفهم وتقديم الدعم والاهتفاء بريادة الأعمال عالميا، حيث تنظم ملتقيات عالمية وكذلك مسابقات عالمية للشركات الناشئة. وباعتبار أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو الحدث الأبرز والأوسع والذي يشمل مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تعمل على الربط بين رواد الأعمال والمستثمرين والباحثين وصناع القرار، وهو مناسبة لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع وتحفيز المبتكرين والمبدعين ليساهموا في خلق فرص عمل حقيقية للمجتمع. وعليه فقد دابت الشبكة العالمية لريادة الأعمال ليبيا على وضع مجموعة من البرامج والأنشطة التي تساهم في تعزيز ريادة الأعمال بين مختلف فئات المجتمع. لقد ساهمت الشبكة في تأسيس المرصد الليبي لريادة الأعمال، والذي سيكون حلقة الوصل مع المرصد العالمي لريادة الأعمال، وهذا المركز هو بتعاون مشترك ما بين الهيئة الليبية للبحث العلمي والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي. كما ساهمت الشبكة ضمن فريق عمل متخصص مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في إعداد السياسة الليبية للابتكار، والتي هي الآن معروضة لدى مجلس رئاسة الوزراء للاعتماد. كما ساهمت الشبكة في إعداد لائحة دعم وتنظيم الشركات الناشئة في ليبيا، والتي أحيلت لبعض الجهات للدراسة والتنقيح قبل الاعتماد. كما أقامت الشبكة هذا العام وبالتعاون مع وزارة التعليم التقني والفني مؤتمر ريادة الأعمال والابتكار، والمعتمد من الهيئة الليبية للبحث العلمي كمؤتمر علمي محكم وبمشاركات ليبية وفلسطينية وجزائرية، والذي اعتمد أن يقام بصورة دورية في السنوات القادمة. وتستمر جهود الشبكة في ليبيا ضمن مقترح برامج وأنشطة الشبكة في ليبيا العام القادم 2024، والتي سيتم عرضها بعد قليل. ختاماً، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل الجهات المنظمة والداعمة والممولة لحدث اختتام فعاليات الأسبوع، وأخص بالذكر المعهد العالي للعلوم والتقنية تاجوراء والمجلس البلدي تاجوراء والمركز المتقدم لتقنيات اللحام
والشكر موصول لكل القنوات الفضائية والمسموعة ووكالات الأنباء ولكل من شاركنا اليوم. نقول دائما أننا في بداية المشوار والنجاح لن يتحقق إلا بجهود الجميع. نتمنى النجاح والتوفيق لكل الجهود المبذولة من أجل إرساء دعائم ريادة الأعمال في ليبيا دعما للاقتصاد الوطني ومن أجل مستقبل الأجيال القادمة. ونسأل الله أن يهيئ لهذه البلاد وأهلها وشبابها أمر رشد وأن يجعلها بلدا آمنا مستقرا ينعم فيه كافة أفراده بحياة كريمة. وأختتم دائما بهذين البيتين للشاعر الليبي المرحوم أحمد رفيق المهدوي: حي الشباب ووفه الإجلال واعقد على عزماته الآمال، أمل البلاد على رقي شبابها إن كان حيا لا تخاف زوالها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم. اليوم يسعدني ويشرفني أن أكون حاضر في اختتام فعالية الملتقى أو احتفالية ريادة الأعمال، شبكة ريادة الأعمال العالمية التي تنظمه وتشرف عليه شبكة ريادة الأعمال ليبيا، وتنظمه وينظمه المعهد العالي للعلوم والتقنية طاجورة. الهدف من هذا الأسبوع العالمي للسنة الحميدة اللي سنويا تكون في التعليم التقني والفني، هي الهدف منها هو توجيه الشباب إلى الاعتماد على أنفسهم وعدم الاعتماد على الوظيفة، وعلى الدولة دعم هؤلاء الشباب بدعم مشاريعهم الصغرى والكبرى، وكذلك القطاع الخاص يدعم، يفترض أن يدعم هؤلاء الشباب. الشكر والتقدير للمعهد العالي للعلوم والتقنية وعلى رئيسه الدكتور حاتم النعاس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المعهد العالي للعلوم والتقنية تجورة هم المعاهد المستحدثة الذي نال شرف استضافة احتفالية اختتام الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. هذه الاحتفالية تقام سنويا في ليبيا، في الغالب كانت تقام في العاصمة الحبيبة طرابلس. السنة هذه احتضنتها تاجورة بإمكانياتها بمراكزها البحثية المتنوعة. تاجورة تتمتع بتسع مراكز بحثية تقريبا. الآن الحمد لله نفذنا هذه الاحتفالية داخل تاجورة كانت بامتياز. الهدف من هذه الاحتفالية وتنظيم مثل هذه البرامج وهي نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل المؤسسات التعليمية، محاولة زيادة الوعي لدى صناع القرار بالدرجة الأولى للاهتمام أكثر بشبابنا المتميز الذي يحتاج إلى الرعاية قبل الدعم المادي، الرعاية المعنوية، الرعاية احنا زي ما نعرف مشاريع ريادة الأعمال في العالم الآن ما يقارب 40 مليون رائد أعمال على مستوى العالم. الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال ومصر، واحنا طبعا هي ما هيش قدوتنا، ولكن ننظر الى هذه الدول العربيه، احنا مش نقول الدول المتقدمه اللي اكثر تطورا واللي اهتمت برواد الاعمال. ورواد الاعمال هم 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 المستقبل، هم اللي حيصنعوا التغيير. رائد الاعمال هم اصحاب الافكار الجديده اللي زي ما حكينا اللي محتاجين الى رعايه. فهذا سبب من وراء احتضان هذه الاحتفاليه اللي نسعى كنواه لنشر ثقافه رياده الاعمال داخل مؤسساتنا التعليميه. بارك الله فيكم قناه التناصح على تغطيه هذا الحدث، لانكم انتم دائما في الموعد. نحن هذه الحدث الثاني بالنسبه للمعهد العالي، في السابق عقدنا ورشه عمل حول منهجيه البحث العلمي وكنتم في الموعد، والان ايضا في الاحتفاليه ايضا ما زلتم في الموعد. وإن شاء الله حيكون مستقبل أكثر فيما يتعلق بالتعليم والتعلم ونشر ثقافة العلم داخل مؤسساتنا التعليمية. بارك الله فيكم. شكرا لكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نشكر المعهد العالي اللي والدكتور حاتم النعاس بصفة خاصة لاستضافته لاختتام الأسبوع ريادة الأعمال. هو هدف
المفروض نسعى عليه جميعا داخل بلادنا. معظم المصانع الكبيرة توا حاليا في العالم زي مصنع فورد والمصانع الكبيرة هذه هي كانت بدت من الصفر بريادة أعمال، يعني بدت من الصفر وكونت شركات عالمية. فإحنا نسعو كمجلس بلدي لتفعيل مكتب ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، لأن ريادة الأعمال تخص العمل الخاص، هذه تبعد حتى الدولة الليبية على موضوع الموظفين والمرتبات، تمنى القطاع الخاص طبعا. حاولنا درنا ملتقى الليبي التركي مع رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، قمنا بملتقيين وشجعنا الشباب واللي عنده طموح للتطور والخوض في الاستثمار أن يلتقوا مع رجال الأعمال ويطوروا من نفسهم. احنا نسعوا وحنزيدوا في تطوير الموظفين بحيث أن يكونوا متقدمين في موضوع ريادة الأعمال، وإحنا في أي سعي لتطوير البلدية يعني متجهين لها. وبارك الله فيكم. عفوا. شكرا شكرا شكرا. في جميع المراكز الصحية داخل البلدية وهي كالآتي: الرعاية الصحية الأولية في المركز الصحي القصبات، المركز الصحي الخمري، المركز الصحي العمامرة، المركز الصحي الشباعنة، وحدة الرعاية الصحية بالناصر، وحدة الرعاية الصحية قصر جديد، وحدة الرعاية الصحية البروكات، وحدة الرعاية الصحية وادنا، وكان الإقبال جيد جدا. استلمنا حوالي 9000 جرعة الآن من أمس واليوم.
طعمنا حوالي 2500 مواطن كلهم من دول الأمراض المزمنة. قمنا اليوم بالذهاب إلى المركز إلى مركز غسيل الكلى بالبلدية بفريق متحرك، وقام بتطعيم حوالي 50 مريض مع بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة، وسوف نقوم بمركز السكر والقروي والمركز المستشفى بسلات العام، وننصح جميع الأخوة المرضى وكبار السن بتلقي هذا العلاج، ووفقكم الله لما فيه خير صالح الوطن والبلاد. السلام عليكم. نشكر إدارة الخدمات الصحية على قدومها لقسم الكلى اليوم بتاريخ 3/12/2023، حيث قام فريق إدارة الرعاية الصحية بإدارة الخدمات الصحية وعن طريق مشرف التطعيمات في بلدية مسلاتة والفريق التابع له بتطعيم العاملين في قسم الكلى والمرضى في القسم. نشكرهم طبعا على هذه الزيارة. المرضى في قسم الكلى طبعا مناعتهم ضعيفة، فلهذا جاء الفريق لعند المرضى. نشكرهم على هذه البادرة ونحييهم، ومزيد من التقدم إن شاء الله والازدهار، وإن شاء الله ربي يعاونهم. ننصح كل المواطنين بأخذ الجرعة، لأن الجرعة هذه وقاية من الأمراض، والذات اللي عندهم الأمراض المزمنة. نتمنى الشفاء لجميع المرضى، ونشكر الرعاية الصحية وإذاعة النصح إن شاء الله. بارك الله فيك.